بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا رحمته وبركاته من الان وكل اوان ولدح للدور كل امين. من اعماق قلوبنا احباب نشكر الهنا اللي سمح لنا ان نجتمع ونلتقي هذا اللقاء المبارك وفي هذا الوقت المبارك. اشكر محبه الاباء انهم سمحوا لي ان اتواجد معكم وانال هذه البركه، واشكركم واطلب صلواتكم من اجل ان ربنا يعطينا نعمه في كلمة ننتفع بها سويا في هذا اللقاء. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة صوم الميلاد المجيد. هيا في هذه الأيام الكنيسة تعد أولادها لكيما تحيا أيام مقدسة من خلالها تلتقي بالله، وتعد قلوبنا ونفوسنا لكيما يولد ربنا يسوع المسيح في مزود قلب كل منا. عشان كده نفسنا نتكلم مع بعض في موضوع مهم جدا، وهو يخص حياتنا الروحية، وهو العشرة مع الله. كتير جدا نسمع آذار كتير عن الله وعن العشرة مع الله، لكن نفسنا نتناول الموضوع في هذا المساء بصورة عملية روحية. العشرة مع الله حب من قلب محدود يتلامس مع قلب غير محدود، حب بسيط يتلاقى ويتلامس مع حب لا نهائي. كل منا بيقدم محبة لله بصورة ما، ولكن هذه المحبة حينما نضعها في ميزان محبة الله نجد أنها بسيطة جدا. من قلب محدود يتلامس مع قلب غير محدود، حب بسيط يتلامس ويتلاقى مع حب لا نهائي، وهي محبة الله اللانهائية. في شخصيات في الكتاب المقدس نقرأ عنها أنها عاشت عمر طويل وسنين طويلة على الأرض، زي ما تشالح اللي قيل عنه، وزي ما بنعلمنا الكتاب المقدس أنه أكبر معمر على الأرض، عاش 969 سنة ولكن لن يتذوق العشرة مع الله. ونقرأ عن الغني الذي كان مع لعازر المسكين، عاش حياته على الأرض ولكن لن يتذوق العشرة مع الله. وحينما كل منهما انتقل من هذه الأرض وتقابل بعد انتقالهما في الفردوس، سمع مقولة لابد ان احنا ناخد بالنا منها. قيلت للغني: يا ابني اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك. عاش حياته كما هو نظر ليها، وشبع من الحياة كما هو نظر، ولكن لما الاتنين اتقابلوا، واحد سمع قال له انت استوفيت خيراتك فخليك في اللي انت فيه، واما لعازر المسكين الذي عاش ببساطته تمتع باحضان ابائنا القديسين ابراهيم واسحاق ويعقوب. مقابل هؤلاء الكثيرين الذين عاشوا على الأرض حياة ولم يتذوقوا العشرة مع الله، هناك الكثير والكثير من الذين تذوقوا العشرة مع ربنا وتمتعوا بهذه العشرة وعاشوا في محبة قوية جدا. نقرأ عن أخنوخ الذي أحب الله أكثر من بني البشر،
ولأجل هذه المحبة يقول وصار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه، وكان عمره في الوقت ده 365 سنة. لم تكن علاقة نوح بربنا علاقة عشرة بس كده، لا، حب، حب أدى إلى الالتصاق. وصار أخنوخ مع الله، أخذوا من الأرض وأصعدوا معه إلى السماء. ولما نتكلم عن أخنوخ إزاي عاش مع ربنا، فهو عاش معه بمحبة قلبية مخلصة. أنا وإنت ناخد منها المثل إن إحنا نجاهد إن إحنا نرتمي في حضن الله. كان أخنوخ بهذه الصورة الطيبة اللي جعلته يختطف إلى السماء عشان يعيش في التصاق، يعني هو عاش بمحبة فربنا كافأه بهذه المحبة، اختطف وأخذ إلى السماء. عشان كده نفسنا نجاهد إن احنا نرتمي في حضن ربنا ونتمتع بهذه المحبة، نحيد عن الشر ونصنع وصايا الله لكيما نتمتع بهذا الحضن الأبوي. كثيرين من أباء الكنيسة ذاقوا وعاشوا هذه العشرة القوية، كإبراهيم أبو الآباء، زي يوسف، زي موسى النبي، كثير جدا من شخصيات الكتاب المقدس، أيوب الصديق، قديس بولس الرسول، من تاريخ الكنيسة قديس استفانوس، وأباء كتير جدا تركوا العالم كله من أجل أنهم يعيشوا في عشرة قوية مع ربنا. حتى في جيلنا اللي احنا عايشينه ده شفنا وسمعنا شخصيات تمتعوا وعاشوا بهذه العشرة، زي القديس الأنبا برقام والبابا كرولوس وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم، شخصيات كتيرة جدا عاشوا وتذوقوا العشرة مع الله. عشان كده نفسنا ننظر إلى هذا الموضوع بفين قطوتين مهمين جدا: العشرة مع الله روحيا، العشرة مع الله عمليا. روحيا، معنى العشرة مع الله روحيا ان انت تلزق في ربنا نمرة واحد، الالتصاق بالرب. حقيقة العشرة ان انت تبقى قريب من ربنا، تلزق فيه بأي صورة من الصور. الكنيسة بتعلمنا في سر الزيجة يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته عشان يعيشوا مع بعض. لكن العشرة مع ربنا التصاق روحي، الزواج التصاق زمني ومادي، التصاق روحي. تحس كده ان انت قريب من ربنا وانت عايز تقرب منه وعايز تلزق فيه بأي صورة من الصور وفي أي وضع من الأوضاع وفي أي مكان، عايز تلزق في ربنا. ويقول لنا كده معلمنا القديس بولس الرسول: من التصق بالرب فهو روح واحد. كنا كأن انت تقرب من ربنا كده، يبقى انت وانت وربنا حاجة كده جميلة، ما انتوش اتنين ده انتو واحد، زي ما قلنا معلمنا القديس بولس الرسول. في كل يوم وفي كل لحظة تشعر فيها ان انت مع ربنا من داخلك وفكرك نحو ربنا، فانت تشعر وتقول مع معلمنا داود النبي: التصقت نفسي بك
ويمينك تعضدني. مجرد ان انا قريب منك انا حاسس ان في قوة هي اللي بتحركني وهي اللي بتقودني. حتى لو انت في اي اوجه او في اي صور من صور الخطيئة بتكون مشاعرك مع ربنا ام ضده، ولكن في التصاقك بربنا ان انت تشعر ان ربنا بينتشلك من هذه المشاعر الخاطئة وهذه المشاعر الضعيفة، وتلتصق بالرب ولم تحد عنه، لانك انت اساسا وهو واحد، انت وهو واحد، مش قادر تنفصل، لان انت من يوم ما اخذت نعمة المعمودية صرت ابن، وجسدك ده صار هيكل لروح الله القدوس. الالتصاق بربنا هو عشرة معه في فكر واحد. انت ما يبقاش ليك فكر ولا شخصية ولا حاجة منفصل عن ربنا، مش بلغي فكرك ولا بلغي شخصيتك، ده انت فكرك وربنا فكر واحد، من اجل ان انت تلتصق بالله وتعيش مع ربنا في قلب متحد مع الله في كل عمل الخير وفي كل الأمور التي تعيشها في حياتك على الأرض حسب وصايا الكتاب المقدس. قديس أغسطينوس يعلمنا في هذا الأمر، يقول يا ليتني ألتصق بك أيها الكلمة. يتمنى أنه يلتصق بربنا. أنت خلقتني فلتتكرم وتجدد خلقتي. يعني يتمنى أنه يعيش معاه في التصاق. يقول له أنت خلقتني، وإنهم يعني عايز يوضح لو حصل ضعف ولا حصل حاجة، أنت تجدد هذه الخلقة، لأن الخلقة دي أنت اللي خلقتها. لو أخطأت في شيء فأنت تنقذني، وإن سقطت تقيمني، وإن كنت جاهلا أو صرت جاهلا في شيء فأنت تحكمني بحكمتك، وحتى لو صرت في أي مكان ما فأنت تنقذني، حتى لو كنت في ظلمة فأنت النور الذي ينتشلني من هذه الظلمة. عشان كده في علاقتك بربنا من أجل أن أنت تكون لك عشرة مع ربنا تلتصق بالله بأي صورة من الصور تراها أنت مناسبة لشخصك، أو مناسبة للمكان اللي أنت فيه، أو مناسبة للوضع والزمن اللي أنت فيه، تلتصق. تلتصق بالله. التصاقك بربنا يؤدي إلى شبع، يجعلك إنسان شبعان، بل أكثر من الشبع فرحان. شبع وفرح بربنا يسوع المسيح، لان انت اساسا قريب منه. ربنا يسوع المسيح لما تقابل مع المرأة السامرية قال لها كده: من يشرب من هذا الماء يعطش، اما من يشرب من الماء الذي انا اعطيه فلن يعطش الى الابد. لن يعطش الى الابد. عشان كده في التصاقنا ربنا لابد ان انت تشبع بربنا، وشبع بفرح، فرحان ان انت بتاخد من شخص ربنا يسوع المسيح. وفعلا ان الانسان اللي بيلتصق ويشبع بيعيش في عشرة مع ربنا، وهذه المعرفة وهذه العشرة تعرفني سبل الحياة، طرق الحياة باخدها منه من أجل أو من خلال أو بواسطة معرفتي وعشرتي مع ربنا. سبل الحياة أمامك، شبع
وسرور زي ما يقول المعلم ما زي ما يقول المزمور وفيما يمينك ننعم إلى الأبد. عشان كده يا أخي الحبيب إن كنت تريد وإن كنت تشتاق أن ترتوي فليس لك ينبوع ترتوي منه إلا الينابيع الإلهية من شخص ربنا يسوع المسيح. تلزق علشان تشبع علشان ترتوي. علشان إيه؟ علشان ترتوي كما من شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج تسبحك فمي. أنا بلزق علشان أشبع وبفرح ففمي يسبح وينطق باسم ربنا. إن كانت لك رغبة إن أنت عايز تعيش في عشرة مع ربنا فلابد إن أنت تلتصق علشان تشبع ويقول لنا ابن سيراخ تعال إلي أيها الراغبون فيا اشبعوا من ثماري. دعوة للكل. إن كانت هناك رغبة أيها الراغبون علشان كده لابد أن يبقى هناك الرغبة. هناك الرغبة عشان كده يقول أحد الآباء إن وجدت الرغبة وجدت الإرادة. إن وجدت الرغبة وجدت إيه؟ وجدت الإرادة. عشان كده نفسنا أن احنا من خلال علاقتنا اللي احنا من خلالها أو بواسطتها نشبع بربنا نلتصق ونشبع بربنا إن إحنا نسلم قيادة حياتنا لربنا يسوع المسيح. نترك حياتنا في يديه ونعيش في عشرة قوية معه على الدوام. نشبع بيه ونفرح بيه وكل كياننا وكل ما نملك فهو ملك له لكيما نشبع به ونفرح به. وربنا طوب في موعظته على الجبل وقال كده طوبى لهؤلاء العطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوب كل من يشتاق أن يشبع بحياة البر وحياة القداسة. يا بختك يلي دايما تسعى من أجل أن أنت ترتوي وعايز تشرب وعايز تشبع من الينابيع الإلهية. طوبى للجياع والعطاش إلى البر أنهم يشبعون. الشبع الحقيقي فعلا فيه امتلاء للحياة. النفس تفرح بربنا وتتمتع بربنا من أجل أنها تتمتع به. فلابد من أجل عشرة روحية ومن أجل أن أنت تعيش في عشرة روحية مع تلتصق وتشبع بربنا. شبعك بربنا يؤدي إلى التسليم الكامل لإرادة الله. تحيا حسب إرادة الله وحسب مشيئته في تسليم كامل. العشرة مع ربنا من خلال ان انت تقرب منه وتشبع منه تحيا التسليم الكامل لإرادة الله ولمشيئة الله. وعن العشرة في تسليم كامل هو تكريس الفكر. فكر الإنسان كله ربنا. يبقى فكرك كله ربنا وملك ربنا. كل حياة وكل حواسك وكل كيانك من الداخل وكل ما تشعر هو إيه؟ هو لربنا. ونقرأ في سفر الأعمال عن معلمنا القديس بولس الرسول لما كان في السفينة والسفينة تعرضت للرياح ويقول كده لما سلمنا فصرنا نحمل. عشان كده يا أخي الحبيب من أجل أن أنت تتمتع بربنا في عشرة قوية سلم. سلم ربنا كل شيء. قل يا رب لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك. سلم ويبقى التسليم بكل فرح وبكل انت كده حاسس ان انت في ايد ربنا القوية الساندة ليك
اللي مش هتعمل لك إلا الخير، اللي دايما كل ما تفعل لخيرك ولخلاص نفسك حبا في شخصك. عشان كده يقول لنا المزمور: سلم للرب طريقك واتكل عليه. فلابد ان انت تسلم كل شيء لإرادة ربنا. التصق، اشبع، سلم، تسليم كامل، تسليم كامل. كتير جدا من الشخصيات يجتهدون ويحاربوا في العالم انهم ينفذوا بعض الامور متكلين على ذاتهم وعلى سواعدهم، قوتهم وعلى ارادتهم وعلى افكارهم في مشاريعهم وفي كله، جميل، ولكن لن يوفقوا. قليل جدا اللي يتكل على ذراعه البشرية وعلى فكر البشري وينجح. لكن لما نسلم ربنا ونطلب معونة من ربنا ونقول: يا رب إيدي، إيدك أنت يا رب قبل إيدي، وفكرك قبل فكري، ولتكن إرادتك ولتكن مشيئتك، واسقين في هذا العمل النجاح منك، حتى عدم النجاح برضو منك، لأن احنا واثقين أنك لا تفعل معنا إلا الإيه؟ إلا الخير. عشان كده الإنسان الروحي اللي عايز في عشرة مع ربنا يحيى التسليم الكامل لإرادة الله ومشيئة الله. عشان كده ربنا يسوع المسيح وصانا، وجه لنا دعوة، قال: تعال إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. لو انت تعبان، لو انت شايل هم، لو الى اخره، تعال ارمي اثقالك وارمي كل اتعابك في ايد ربنا، وثق تماما ان ايد ربنا قويه وهتحمل اثقالك وهتحل لك مشاكلك وهتكون معاك وهتسندك ولا تتركك ابدا في لحظه من اللحظات. عشان كده نفسنا احنا في هذه الأيام المقدسة، فترة الصوم، صوم الميلاد اللي فيها الكنيسة بتجهزنا لميلاد ربنا يسوع المسيح، نحيا هذه الأيام في عشرة، نلتصق، نشبع، نسلم لربنا ونقول: يا رب لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك. هذا يؤدي إلى النقطة الرابعة والأخيرة في العشرة روحيا، وهو فكر دائم في شخص ربنا يسوع المسيح. يبقى فكرك، أفكارك، فيما تفكر. ربنا يسوع المسيح وصى وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك، كل القلب وكل الفكر وكل القدرة وكل النفس. عشان كده احنا كأولاد ربنا لا نؤمن بالمبدأ اللي بيقول سعى لقلبك وسعى لربك، يعني شوية كده وشوية كده. لا، ما ينفعش. في الكنيسة بصورة، وخارج الكنيسة وفي الأماكن الخارجية بصورة أخرى. لا، محبتك لربنا من كل القلب، من كل الوجدان، هي المحبة الحقيقية دي، من كل القلب، من كل الوجدان، من كل الفكر، من كل القدرة. على قد ما تقدر انت بتبذل حبا في شخص ربنا يسوع المسيح. على قد قدرتك انت بتنقطع في صوم انقطاعي حبا انك تضبط هذا الجسد لكي ما يكون هذا الجسد ما يفعله لمجد اسم ربنا. على قد ما تقدر بتقدم لربنا سجدات ومطنيات وابتهالات وتضرعات وطلبات على قد ما بتقدر، كل على قدر استطاعته حسب ما يرشده أبونا في الاعتراف، لكي ما يكون فكر دائم في شخص ربنا يسوع المسيح. تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. عشان كده نفسنا يبقى أفكارنا موجهة لشخص ربنا يسوع المسيح. سامحوني، مجتمعين في الكنيسة، وعدد ربنا يبارك،
وكل منا له فكر، لكن هل كل أفكارنا موجهة لشخص ربنا يسوع المسيح، ولا موجودين بالكنيسة وفي مؤثرات خارجية شدانا بنفكر حصل الصبح وهيحصل بكرة ومنرتب ايه؟ خلي فكرك دائم، فكر دائم وفكرك في شخص ربنا يسوع المسيح. علامة أوريجيرس يقول لنا كلمة جميلة جدا، يقول يحبونه بكل الفكر فلا يفكرون في شيء إلا في الإلهيات. يحبون من كل الفكر ويفكرون بشيء ولا ينطقون إلا في الإلهيات. نفسنا كده ناخد هذا المبدأ، إن يبقى فكرنا في السماء، حتى وانت في شغلك وانت في عملك وانت في أي مكان ارفع قلبك لربنا في أي مكان، لكي ما يكون فكرك دائم في شخص ربنا يسوع المسيح. الإنسان اللي بيشتاق لعشرة قوية مع شخص ربنا يسوع المسيح يلتصق، يشبع، يسلم، يفكر، حتى لو فكره حاج في لحظة من اللحظات سرعان ما يرجع هذا الفكر إلى أصله، لأنه هو أساسا الكيان مليان، والكيان والقلب والفكر والعقل مشغول، لو حد لحظة من اللحظات سرعان ما يرجع إلى أصله. وحتى لو أتاه أي فكر من الأفكار مثلا زي فكر الكبرياء ولا أي حاجة سرعان ما يرجع، لأن الإنسان اللي يصاب بهذا الفكر يبقى فكر مشتت. يقول كده الكتاب شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، فكر مشتت. لكن الإنسان اللي دايما يشتاق فكره موجه لشخص ربنا يسوع المسيح ويبقى عايش حياته كلها موجهة لشخص ربنا يسوع المسيح. وكلما احنا نضبط أفكارنا ونحصر فكرنا لشخص ربنا يسوع المسيح طول النهار وطول الليل في تسبيح وتمجيد لإسم ربنا يسوع المسيح، حتى أننا بنصلي في إبصالية الاثنين ونقول لأن كل من يقول يا رب يسوع كمان بيده سيف يسرع العدو. مجرد أن أنت تذكر اسم ربنا كمان بيده سيف يسرع به عدو الخير ورئيس هذا العالم. مجرد أن أنت تذكر اسم ربنا، علشان كده نضبط أفكارنا ونوجه أفكارنا بصورة دائمة في شخص ربنا يسوع المسيح بذكر اسم ربنا يسوع المسيح. أحبائي، نفسنا نركز في حياتنا ونبقى نعيش بصورة روحية في شخص ربنا يسوع المسيح، أننا نلتصق، نشبع، نسلم فكر دائم في شخص ربنا يسوع المسيح. يقول لنا معلمنا القديس بولس الرسول آية جميلة جدا، خلي بالكم منها، مستأثرين كل فكر. خلي بالك من كلمة كل دي، حطها في دايرة وحط تحتها كده كم خط، كل فكر إلى طاعة المسيح. يا ترى أفكارنا لطاعة ربنا؟ يا ترى أفكارنا لمجد اسم ربنا؟ يا ترى أفكارنا فيما تفكر؟ أقول تاني، أنت قاعد في الكنيسة فيما تفكر؟ هل شخص ربنا يسوع المسيح والمسيح اللي على الصليب ده في مخيلتك؟ هل أنت موجود في الكنيسة وفي ذهنك اللي بيتكلم ده مش لأبونا ولا سيدنا، دي رسالة من السماء ربنا بعتها لي في هذا المساء لكي ما أنضبط من أجل الملكوت السماوي؟ كل فكر علشان تتمتع بهذه العشرة وتبقى مهيئ أن يكون قلبك مزود يولد فيه المسيح. ما عليك يا أخي أنك تضبط فكرك وتكون في فكر دائم في شخص ربنا يسوع المسيح. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ولتكن كاملين في فكر واحد ورأي واحد.
لأننا أعضاء في الجسد الواحد، كلنا جموع، كل واحد له فكر يختلف عن الآخر، لكن كلنا أعضاء في الجسد الواحد اللي رأسه ربنا يسوع المسيح. الفكر الواحد يوحد هذا الايه؟ هذا الفكر، وهو فكر المسيح. من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن فهو فكر، فلنا فكر ايه؟ فلنا فكر المسيح. عشان كده العشرة روحيا التصاق، شبع، تسليم، فكر دائم في شخص ربنا يسوع المسيح. عمليا علشان بقى ناخدها بصورة عملية، العشرة مع ربنا نمرة واحد، صلاة دائمة، صلاة دائمة. كتاب يوصينا صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. ما انتش قادر تصلي كل حين ولا تقلي ولا تصلي بلا انقطاع، على الأقل يقول لنا في المزمور 7 مرات سبحتك على أحكام عدلك. صلاة دائمة. هتقول لي يا سيدنا ما احنا عندنا أشغالنا وعندنا مسؤوليتنا وإحنا عايشين في العالم وعلينا وعلينا إلى آخره. أقول لك شيء جميل جدا ومطلوب منك أن أنت تشتغل، ومطلوب منك أن أنت تبقى إنسان جاد في حياتك الروحية، في حياتك العملية. ولكن في حياتك العملية لابد أنك تشهد المسيح بصلاة دائمة. كونك يا أخي الحبيب تبقى في عملك وتمتنع عن عمل أو عن شيء لا يتفق مع تعليم الكتاب المقدس فهي صلاة. كونك أن أنت ترفض أن أنت تجلس في لقاء في مجلس المستهزئين لا، مجلس صلاة. كونك أن أنت تبقى إنسان أمين في شغلك وفي مكانتك صلاة. عشان كده لابد أن احنا نحيا الصلاة الدائمة من أجل أن احنا يبقى لينا عشرة بصورة عملية واقعية مع شخص ربنا يسوع المسيح. صلاة دائمة تناقش اثنين، واحد من الطوائف، واحد من ولادنا فبتاع الطوائف قال له في الصلاة لازم الصلاة يبقى فيها صراخ وفيها شكر وفيها تمجيد وفيها تسبيح إلى آخره، لأن الطائف يعني بيقولوا أن أنتوا بتقروا في الصلاة الأجبية وتقروها. أقول له طيب ما أنت افتح الأجبية كده يا أخي الحبيب وألف فيها وشوف فيها إيه. ما هي بتبدأ بصلاة الشكر اللي أنت بتقول فيها، وبعد صلاة الشكر التوبة، ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، وتلاقي فيها صراخ من الأعماق إليك يا رب صرخت، وتلاقي فيها التسبيح سبحي يا نفس الرب وسبحي الرب يا أورشليم، وتلاقي فيها كل شيء. ماذا تحتاج أكتر من كده يعني؟ عشان كده الكنيسة تعلمنا في الصلاة الدائمة كل حين وبلا ملل على الأقل 7 مرات سبحتك على أحكام عدلك. وفي كل صلاة أقف قدام ربنا وناجي ربنا في حوار، وبعد ذلك تكلم من قلبك مع الله في حوار دائم، في حوار دائم مع ربنا. نفسنا في صلاتنا تبقى مش مجرد كلام بننطق به ونقوله، قد ما قلب بينبض بما يحتاج. أكثر من كده قلب يصرخ لربنا بما يحتاج. وثق تماما في نبضات القلب وصراخ القلب تجد أذن الله سامع لك، وخاصة لو كانت هذه الطلبة حسب مشيئة الله وحسب إرادته. وفي كل طلبة تقول يا رب لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك، وتكون الاستجابة قد تكون فورية، لأن عدم الاستجابة هي استجابة
لأن ربنا ما بيعملش لينا وما بيستجيبش وما بيعملش حاجة إلا الخير اللي فيه خلاص النفس. عشان كده نفسنا يبقى لنا صلاة دائمة من أجل أن احنا نتمتع بهذه العشرة. إن كانت هناك عشرة من خلال صلاة دائمة، فالصلاة تحتاج إلى كتاب مفتوح مقروء معاش، وهو كتابنا المقدس. إحنا بنصلي بالأجبية، ولكن هناك صلاة القلب التي تحتاج إلى معرفة روحية وفهم روحي لكل وصايا الكتاب المقدس وتعليم الكتاب المقدس. كتاب المقدس الكنيسة بتعلمنا عنه أنه بشارة مفرحة، فلابد أن أنت يبقى كتابك المقدس كتاب مفتوح، يعني مواظب أن أنت تقرأ وبتقرأ بفهم، وكل وصاياه أنت بتحاول تنفذها لكي ما تتمتع بمفاعيل هذه الوصايا في حياتك الروحية. ومن خلال هذه الوصايا تضع نفسك في الميدان، ميدان الوصية. أين أنت من هذه الوصية؟ لأن أحيانا أنت تقعد مع نفسك كده وتقول طب أنا أعترف أقول إيه؟ ما أنا لا بكذب ولا بسرق ولا بعمل الحاجات الخطايا المعروفة دي. لكن لما تضع نفسك في ميزان الوصية، صلوا كل حين وحبوا بعضكم بعضا وحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم وصلوا لأجل الذين يسؤون عليكم، تجد نفسك في الموازين دي. أين أنت؟ تحتاج أن أنت تقف قدام ربنا وتقدم توبة وتحس أن أنت مقصر في صلاتك ومقصر في الفضيلة ومقصر في ذاك إلى آخره. عشان كده من خلال ان انت يبقى ليك عشرة قوية، صلاة دائمة، وكتابك المقدس يكون مفتوح مقروء ومعاش، يعني فاهم ما تقرأ وعايش الوصية وبتنفذها بفهم وبإدراك وبمعنى. وهذا الفهم والإدراك لوصايا وتعليم الكتاب المقدس يعطيك فرصة أن أنت تقف قدام ربنا وتناجي ربنا في صلاة عميقة، نبضات قلب تصرخ إلى ربنا تقول يا رب علمني كيف أحبك وأحب الآخرين، علمني كيف أصلي، علمني كيف أكون أمين إلى آخره. لأن أنت بترى أشياء كثيرة جدا في حياتك تجد فيها بعض الضعفات وبعض النواقص. عشان كده نفسنا أن وصايا وتعليم الكتاب المقدس مش مجرد أن أنت تبقى قاري وعالم في الكتاب المقدس وحافظ وصايا وتعليم الكتاب، جميل جدا أن أنت تبقى قاري وحافظ، لكن الأجمل أن أنت تبقى عايش كل تعليم الكتاب المقدس على قدر ما تستطيع. عايز أقول كل شيء تقراه خد منه الدرس وخد منه الحاجة اللي تفيدك ونفذ الوصية، وتبقى وصية الكتاب المقدس بالنسبة لك معاشة، وصية أنت بتمارسها، كلمة ربنا أنت بتدوقها، دايق حلاوة كلمة ربنا اللي بتقودك إلى الحياة الأبدية. أحياناً أو الآخرين أو العالم ينظر إلى وصايا وتعليم الكتاب المقدس قيد، إنها قيود في الحياة، ولكن الحقيقة دي ما هيش قيود، دي هي طرق وسبل الحياة المؤدية إلى الملكوت. يعني يا أخي الحبيب، كونك إن أنت تعيش حسب الوصية في أيامك المحدودة على الأرض، كونك الحياة حياتك المحدودة على الأرض دي لما تعيش حسب الوصية دي بتؤهلك أن أنت تحيا الحياة الغير محدودة والحياة اللانهائية في السماء. فدي تقودنا إلى حياة القداسة وحياة البر. يبقى أنت عايش على الأرض بصورة
لائقة تليق بأولاد الله، ومن خلالها اسم ربنا يتمجد في صورتك وفي تصرفاتك وفي كل شيء في حياتك، تقودك هذه الحياة إلى الملكوت الأبدي والسماء في السماء. عشان كده نفسنا من أجل أن احنا يبقى لنا عشرة مع ربنا، تصلي وتقرأ كتابك المقدس، تفهمه وتعيش وصاياه وتنفذها حسب ما تستطيع وقدر ما تستطيع. آخر نقطة في العشرة مع الله بصورة عملية، وهي وسائط النعمة، الحياة بوسائط النعمة، وخاصة وسائط النعمة أنت تنفذها باشتياق وفرح، مش فرض عليك أن أنت تصوم، فرض عليك أن أنت تصلي 7 صلوات وتصلي الصبح وتصلي بالليل، فرض عليك أن أنت تحضر قداس كل جمعة وكل أحد وكل يوم، لا، تنفذ وصايا وتعليم الكتاب المقدس. وسائط النعمة بحب، فرحان بقدوم الصوم، فرحان أن أنت واقف وماسك الأجبية، فرحان أن أنت فاتح الكتاب المقدس، فرحان أن أنت متواجد في الكنيسة. عشان كده معلمنا القديس بولس الرسول يوصينا وصية مهمة جدا، خلي بالك منها يا أخي الحبيب، يقول له جدوا في الروح لأريكم ما هو أفضل. خليك إنسان جد، جد في حياتك الروحية، جد في كل شيء، وخاصة قال ملعون كل من يعمل عمل الرب برخاوة. خليك إنسان جد، جد في اعترافك، جد في تناولك، جد في قداسك، جد في كتابك المقدس، جد في كتابك الروحي، جد في حياتك، جد. علشان كده مهم جدا جدا ان انت تحمل صفة الجدية بصفة عامة في كل حاجة. حتى احد الاباء يقول حتى خليك جد في ان كان هناك شيء من الفرح او الابتسامة او المرح، في واحد كده خليه حتى ده يبقى جد في فرحك وابتسامتك، تبقى من قلبك مش مجرد ابتسامة كده على الفم وقلبك من جوه مليان، لا، ليك إنسان جد، جد في وسائط النعمة. تواجدت في الكنيسة جاي عشان تسمع صوت ربنا وتتلامس معه من خلال سر الإفخارستية، لما ربنا يناولك ويقدم ليك تقول جسد حقيقي ودم حقيقي. في كتابك المقدس تسمع صوت ربنا وتاخد آية وتنفذها وتعيشها. في صومك انت قبل ما يبدأ الصوم جري على ابونا وتقعد مع ابونا، هتقرأ ايه وتصوم للساعة كام وتعمل كام مطانية وتحضر قداسات ايه، جد. خليك انسان جد في حياتك الروحية. الجدية مطلوبة، وملكوت الله يخصب. الجسد يشتهي ضد الروح، والروح تشتهي ضد الجسد. الجسد عايز يأكل وينام كسلان، أما الروح فنشيط. تنشط إزاي؟ تخصب نفسك، لازم أصلي، لازم أقرأ في الكتاب المقدس، لازم أحضر القداس تحت أي ظروف، تحت أي مؤثرات، لازم أنفذ القانون. قانون اللي أنا أخدته من قبل اعترافي قانون لازم أنفذه. عدو الخير بيتعرض لبعض المضاعفات، لازم أنفذ، لأنها طاعة الوصية مطلوبة، طاعة الوصية. نفسنا في هذه الأيام المباركة نتمتع بهذه العشرة الروحية اللي من خلالها نفرح بربنا وربنا يفرح بينا، بجهادات روحية، بجهادات روحية، نكون جدين في كل وسائط النعمة ونفعلها بكل فرح، فرحانين ان احنا في الصوم المقدس، فرحانين ان احنا بنخدم،
فرحان إلى آخره، نمارس كل وسائط النعمة بكل فرح وبكل جدية. إن كنا بنشتاق إلى عشرة مع الله روحيا نلتصق ونشبع ونسلم ونفكر، وعمليا نصلي ونقرأ في الكتاب المقدس ونعيش كتابنا المقدس بما فيه من وصايا وتعليم، ونعيش وكل وسائط النعمة طرق الخلاص نمارسها بجد، فكل من يمارس هذا يتمتع بنعم أنه قال عنها معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته الثانية لتسالونيكي 3:13: لا يفشل في عمل الخير. لأن أنت أساسا أنت عايش إيه؟ في عشرة، لا تفشل أبدا. حتى لو تعرضت لضعف ما سرعان ما تقوم، لا تفشل أبدا في عمل الخير. يعيش في صبر وفرح دائم، فرح دائم وصبر واحتمال لأجل هذه الحياة، يفرح بربنا فرح دائم حتى في التجارب والضيقات، فرحان ومتعدي، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. من أجل هذه الحياة، مش مجرد ان هو لا يفشل ويبقى فرحان وصابر في الضيق والتجارب، لا، ده بيعد نفسه للملكوت الأبدي اللي قال عنه الكتاب: لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. فرح ومجد عظيم لا ينطق به أبد، فرح السماء ده لا ينطق، ما لم تره عين وما لم تسمع بإذن وما لم يخطر على قلب بشر. هو ده المجد السماوي اللي بيعيشوا العشرة مع ربنا، لا يفشلوا، فرحانين دايما حتى في الضيقات وفي الألمات، ومنتظرين ويعدوا نفسهم للفرح الذي لا ينطق به في السماء. عشان كده الكنيسة من محبتها لينا ومن محبة ربنا لينا تعد أولادها في هذه الأيام المباركة اللي في نهاية الصوم يتولد مخلص العالم. قد ولد لكم، ولد لكم مخلص العالم. فلا بد أن يكون قلب كل واحد فينا مزود معد ومجهز يولد فيه ربنا يسوع المسيح من خلال عشرة قوية مع الله. نلتصق، نشبع، ها، نقول إيه، نسلم، ها، نفكر، كل ده في شخص ربنا يسوع المسيح. عمليا نصلي، نقرأ كتابنا ونفهمه، وكل وسائط النعمة علشان لا نفشل ويبقى فرحنا دائم في شخص ربنا يسوع المسيح، صابرين في الضيق حتى من أجل الملكوت الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. إله السماء يعطينا نعمة وبركة ويبارك في هذه الكلمات البسيطة التي تأتي بالثمار المرجوة اللي من خلالها نفرح وربنا يفرح بهذه الثمار. لإلهنا كل مجد وكل إكرام من الآن وإلى الأبد، آمين.